طبع الإنسان أنه ينسى النعمة. ناقة عشراء صفراء طويلة، وضرب العرقوب اللي هو العصبة هذه، ضربها بالسيف فسقطت الناقة. متوجهون إلى جبل الحوارة وفاء بموعد كان يجب أن نفي به أمس، لكن انعطاف عيد إلى مدائن صالح في اللحظة الأخيرة والتي أخذت من البعثة نهارا بكامله، حالت دون هذا الجبل الذي يبدو من بعيد وكأنه قطعة جبن عملاقة سقطت سهوا من العصر الجوراسي البعيد. وغربا عن الحجر بحوالي 3 كيلومتر توجد صخرة عظيمة متميزة ترى من الحجر تسمى الحوارة، يغطيها الرشق البركاني. هذه الصخرة العظيمة هي التي تقول الروايات أن ناقة الله والآية العظيمة انفطرت عن هذه الصخرة، لأنهم هم الذين اختاروا هذه الصخرة. لكن الأعجب من هذه الصخرة العظيمة الدائرية، الأعجب هو الذي رسم هذا الجبل، رسم جبل الحوارة، رسمه بإتقان، جبل شاهق، ورسم بداخله ناقة تخرج منه، لكنه رسم ناقتين. هو كأنه يقول لنا من خلال الفن الصخري أنه لا يعلم هل الناقة خرجت من يمين، يعني انفطرت عنها الصخرة وليس تمخضت، انفطرت، وهنا فرق، انفطرت الصخرة عنها من يمين أو انفطرت عنها الصخرة من يسار. وهو رسم واضح بالنقر قديم. طبعا بعده بشوي ناقة تحتها حوارها، تحتها ابنها الصغير. طبعا هذا النمط الكبير هذا اللي أنتم ترونه، هذه ناقة وهذه ناقة أخرى كبيرة جدا. هذا النمط لا يعرف، حسب علمي لا يعرف بالحجر، ها الناقة الضخمة هذه طبعا يوجد في محجة وفي تيمة وفي أماكن كثيرة، لكن في الحجر كل النياق لا تعدى حجم الكف، لكن هنا كبيرة. ولم ننتهي بعد، بل أنه يوجد كتابة ثمودية تحت الرقبة، كتابة بالحروف الثمودية، كتابة بالحروف الثمودية. والنمط هذا نفس الحك، هذا النحت هو نفسه النمط هذا. طبعا كما ترون هذه الصفيحة، الصفيحة السوداء اللي تغطي الصخرة الرملي تعتبر من أفضل ما يمكن أن يكتب عليها الفنان في ذلك الوقت، لأنها لا تندثر، لأن الطبقة هذه القوية مقاومة لعوامل التعرية. وبرغم عن ذلك نجد القدم على هذه الرسمة التي لا أظن أن واحد جرسمها من بعد، يعني بعد فترة طويلة، يبدو أنها قديمة جدا. ورسم لنا أيضا في كتابات، اللهم اغفر لأيوب، كتابات عربية مبكرة يعني مجانب الكتابات الثمودية. وكثير من هنا من هذه الرسومات فيها جمال معها صغارها، جمال معها صغارها كما ترون هنا ناقة وتحتها صغيرة، يعني كثر. عادة ترسم الناقة لوحدها كأحد يصطادها بالخيل، لأنها كانت قديمة قبل ما تسند، لكن هنا رسموا كل ناقة معها صغيرها، كأنهم يقولون هذه القصة حصلت هنا. فسنذهب إلى هذه الصخرة العظيمة المتفطرة المتشققة،
سنراها عن قرب من أمام هذا الرسم الذي أتمنى أن يحافظ عليه. لا نبالغ إن قلنا إن فضاء جزيرة العرب يغطي أكبر معرض في الهواء الطلق لرسوم الصخور وكتاباتها، لكن هذه الرسوم سبقت تشكيلياً كل ما كشفت عنه خطى العرب من رسوم. فالفنان الثمودي أو من أي قوم جاء لا فرق، جرد شكل الجمل فاختصر صورته بقوسين متقاطعين فقط لا غير، بعبقرية لا يمكن أن تتأتى إلا عن مخيلة وفكر في غاية الثراء والإحساس. أمام هذه الصخرة المهيمنة على المشهد بعجائبيتها وقف عيد اليحيى راوياً قصة ثمود وما فعلوه بالنبي صالح الذي دعاهم للهداية فقابلوه بالسفاهة والتعجيز كما اعتاد الجهل أن يفعلوا بالمصلحين والأنبياء. فقالوا له: طيب تعال، إذا أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، لأن هي أكبر صخرة موجودة بالحجر، ناقة عشراء صفراء طويلة من صفاتها كذا وكذا، وأنها تسقينا كلنا، تسقي أهل الوادي كلهم، يعني شوف التعجيز، وجنينها يتحرك بين جنبيها طبعا، عشان لأن من دون جنين من دون ما تلد لن تحلب. قال: إن أنا دعوت الله وصليت ودعوت واستجاب لكم أتؤمنون بي؟ قالوا: نعم. فأخذ عليهم المواثيق المكتوبة فخرجوا إلى هذا المكان، ويقال إنه جلس يصلي ويدعو الله ويدعوه، فانفطرت الصخرة. الله أعلم هذه الصخرة أو صخرة أخرى، لكن هذه تسمى الحوارة، وكما رأينا الرسمة هي صخرة منفردة وما في غيرها صخرة منفردة. فانفطرت عن هذه الناقة، والناقة بدأت تشرب. قال: هذه ناقة لكم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كانت بيوم تشرب من البئر اللي جيناه في القلعة، تشرب كل الماء، واليوم الثاني تعطيهم الحليب اللي در منها، فكل يأتي بآنيته. طبعا حوض الناقة لا يمكن، هم كلهم يأتي، كل يأتي بآنيته ويشرب، لكنها إذا وردت الماء هي وفصيلها تشرب حتى ينتهي اللي بالماء الفير. رغم الآية التي تقول إنا مرسلو الناقة فتنة لهم، غفل قوم ثمود فوقعوا في الفتنة. فيهم رأى اسمها عنيزة، عجوز لها ست بنات وزوجها مطلقها لأنها كانت مفسدة، فأتت لقدار بن سالف وكان أصهب، يعني شعره ما هو أشقر ولا أحمر، بين هنا الصهب أحمر يميل إلى الإحمرار، قصير دميم. قالت له: إن أنت عقرت ناقة الله، طبعا هم يخافون، يعرفون منين جت، يعرفون، لكن الإفساد والشيطان حريص، زوجتك إحدى بناتي، إن هذه الناقة شربت الماء عنا وخلصته، وحنا نبي نغسل ونبي نعمل، مو معقول يعني نقعد يوم بدون ماء ويوم حليب، ما نبي، شوفوا فتنة، هذه هي الفتنة. فما الذي عمل؟ جاب شخص واحد معه مجزع اسمه، كلهم من قوم ثمود وكانوا من الأشراف. فلما الناقة وهي ترعى في هذا المكان شد قوسه ورماها بساقها، رماها فدخل السهم بالساق،
فبدأت تعرج الناقة، فانبعث الأشقى، قال تعالى إذ انبعث أشقاها، انبعث قدار بن سالف وضرب العرقوب اللي هو العصبة هذه، ضربها بالسيف فسقطت الناقة على الأرض بركت، فأتاها من لبتها فعقرها. قال تعالى كذبت ثمود بطقواها إذ انبعث أشقاها. فأيضا قال تعالى فتعاطى فعقر، تعاطى أخذ السيف. والآيات سبحان الله، يعني سورة يعني قوم ثمود وقصصهم كثيرة جدا. هرب الحوار ابنها الصغير لما شاف أمه يعمل في هذا، هرب، يقول أنه هرب إلى نفس الجبل الذي أتت منه أمه. فلما ارتقى قريب من الجبل رغى ثلاث رغيات، يعني طلع صوت كذا صوت قوي. مرة أخرى لم يتعظ قوم ثمود وقرروا أن يقتلوا النبي صالح في بيته. إنه العقاب مرة ثانية، لم ينصتوا إلى ما قاله لهم نبيهم فاستيقظوا محنطين. انتظروا الصبح فأخذتهم الصيحة مصبحين، وأيضا في آية أخرى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. جت صوت صاعق قوي ضرب عليهم. الآن حتى في قنابل، في أسلحة الآن تصنع تقتل البشر والحيوانات لكنها لا تؤثر بالمباني، لا تؤثر بالمباني، وهذا سلاح معروف. فأخذتهم الرجفة مصبحين فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهكذا هذه قصة قوم ثمود مع نبيهم صالح، وما أغنى عنهم ما كسبوا، وأيضا نصح لهم النبي صالح، لكنهم لا يحبون الناصحين، وهذا سبيل البشر في كل زمان ومكان. ونحن هنا أتينا على درب البخور، نحن على درب البخور، لكن لا بد لنا أن نذكر هذا المكان ونذكر ما حصل فيه للعبرة، للعبرة. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظر، وأيضا في آية أخرى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. طبعا الآية هذه حسب ظني وليس اعتقادي أنها بقوم لوط، وإنها لبإمام مبين، يعني المكان، أن المكان، وإنها لبسبيل مقيم أيضا الآية الثالثة، فهي ليست لأهل الحجر بالذات، إنما أماكن أخرى حصل فيها هذا العذاب. وهذه قصة قوم صالح والناقة، وسنذهب إلى مكان آخر من محطات درب التجارة قديما، درب البخور. في طريق العودة ظهرت أمام البعثة الجمال التي أشبعها عيد قصاً ووصفاً على الحجر، حين مر قطيع منها فجأة عائداً إلى مرابطه لينبري بوعشري حاملاً وعاء المعدن اللامع، ناشداً الناقة وحليبها النازل من ضرعها ساخناً شهياً وفي عز طلبه. يوم جديد والعلا ما زالت تكشف في كل ساعة عن غنى إنساني يبدو وكأنه بلا نهاية. الوجهة هي جبل أوقاع الصنيع، حيث أخذنا عيد اليحيى إلى عجلة ثانية غير العجلة الأولى التي كشفت عنها بعثة خطى العرب في جبال جبة.
وبعد العجلة المرسومة في جبل أم سنمان في جبة وصلنا إلى قاع الصنيع يقع شمال الحجر ب15 كيلو لنرى رسمة أخرى عجيبة أهداها صاحبها كما رسم، يقول بواسطة يد عثر السماء ونسر، يعني هو الشخص اسمه عثر السماء يعني بواسطة يده ونسر لإلهه ومعبوده إيل. إيل عند السومريين يعني الله يعني الإله. هو الآن رسم لنا لبوة بوضع الهجوم لأن رافع ذيلة وفاتحة إثمة فمها، لكن الغريب أنه الآن طبعا هذه لغة ثمودية، هذا كتابة ثمودية لا يقل عمره عن 3000 سنة. الآن هو رسم عجلة، هذا الشخص اللي جاء هنا بعربته وحصان ورسم، انظروا رسم العجلة بطريقة كبيرة لأنه الآن هو عرف نظام ميكانيكي بالتسارع، والدليل أن الخطام الطالع من رأس الحصان جاي على شكل مرتفع لأن العجلة كبيرة جدا، معنى ذلك أنه عرفوا نظام الترس والتسارع وتدبيل السرعة من قديم، وليس فقط عربة يجرها الحصان، لأنه إذا مشى الحصان خطوتين مشت هذه جزء معين لأنه كبيرة، فلا الحصان يتعب، ها؟ وأيضا هو يكون مرتفع ربما ليطلق السهام ربما للصيد. لكن هذا العجيب، الإنجليز أول من اخترع السيكل أو الدرجة الهوائية والما اخترعوها بعجلة كبيرة ليكون عندما الرجل يدير دائرة تكون العجلة دارت ربع دائرة فتمشي مسافات وهو لا يتعب. أيضا هنا الآن الزوايا القائمة لداخل العجلة ليست بنظام المحور المتقاطع كما رأيناه في جبل أم سنمان وكما يوجد عند الآشوريين والهكسوس والفراعنة من بعده، إنما هو حط الآن قوائم كثيرة تجاوز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 قوائم لأن العربة ضخمة. من العجلة الثانية إلى كتابة من نوع مختلف تماماً، كتابة ناعمة رف لها قلب عيد وعلت وجهه ابتسامة مختلفة. قالوا عنا الغرب والمستشرقين والمستعمرين القدامى منهم والمحدثين إننا شعب همجي وإننا شعب لا نقرأ ولا نكتب، وإن ثقافتنا كلها شفوية، وإننا لا نعرف لغة الورود ولا الزهر ولا الرسم ولا الفن، وأن كل ما نعرفه هو السيف والخنجر، حتى إذا هدينا لحد هدي نهدي له خنجر وسيف، حتى رقصاتنا والعرضة هي عرضة حرب. شوفوا كيف يختزلون ثقافتنا، ونحن ومن جاء بعدهم من الحزبيين الذين تأثروا بالفكر الاستشراقي ولم يعلموا أعادوا خلق هذه الترهات. قال الجميع لعيد: هل اكتفيت من هذا المتحف الهائل؟ قال بعد تردد كبير وعلى مضض: نعم، ولكن لم تبق لي إلا خاتمة واقفة على صدري. كل جبالنا في الجزيرة العربية رسومات ولغات وفن ومزهريات زي التي وجدناها في الحجر، حتى المقابر كلها مزهريات وأحواض لزرع لغرس الأشجار فيها من آلاف السنين في زمن
لم يكن في أوروبا إلا الغابات السوداء والقتال العنيف الشرس.